مساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل زي كده، وصباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار. واحد من اصدقائي بعت لي رساله وقال لي ايه افضل طريقه اقدر انا احفظ بيها البن اطول فتره ممكنه من غير يعني ما خواصه تتغير او انه يبوظ مني. فقلت خلاص يبقى لازم نتكلم عن الموضوع ده. هو بس قبل ما نتكلم ازاي نحفظ البن، لازم اعرف انا بحفظ البن اصلا من ايه. البن ليه 4 اعداء، اول حاجه الاكسجين، تاني حاجه الضوء، تالت حاجه الحراره، رابع حاجة الرطوبة. أول ما أنا عرفت الـ4 أعداء دول كده أنا هعرف إزاي أحافظ على البن بتاعي منهم. أمسك بقى كل واحد منهم كده وأشوف أحفظ البن بتاعي منه إزاي. أول حاجة الأكسجين، لازم إن أنا أحط البن بتاعي في حاجات أو عبوات مفرغة من الهواء، وده دلوقتي بقى أسهل بكتير من الأول، لأن في محلات بن كتير جدا بتبيع البن بتاعها في عبوات فيها وان واي فالف. الوان واي فالف ده عبارة عن حاجة بتخرج الهواء من العبوة ومتدخلوش تاني، فبالتالي انت بتقوم ضغط على الكيس بتاعك تفرغ كل الهواء منه، بتربطه كويس كده الهواء مش هيدخله تاني، ودي حاجه كويسه. لو ما عندكش الاكياس لون واي فالف دي، ممكن ساعتها تستعيض عنها بعبوات من بتاعه البن اللي هي محكمه الغلق، او الاكياس اللي هي بيتفرغ منها الهواء باجهزه كده، او يعني تفرغ منها الهواء بسيطه. تاني حاجه معايا الضوء. عشان احافظ على البن بتاعي من الضوء يبقى لازم احط البن ده في عبوات معتمه، يعني مثلا اشيله في عبوات لونها غامق، او اشيله جوه ارفف تكون بعيدة عن الضوء، وبالتالي انا كده هبعد البن بتاعي عن اي حاجة ليها علاقة بالضوء. تالت حاجة الحرارة. ما ينفعش ابدا ان انا اشيل البن بتاعي مثلا في رف جنب البوتاجاز او جنب الفرن، يعني كده انا بوظت البن وهلكته بطريقة ملهاش مثيل. رابع حاجة الرطوبة. ما ينفعش مثلا احط البن مثلا جنب الحوض مثلا، او ان انا احط البن في التلاجة، او احطه مثلا في الفريزر، لا ما ينفعش، ان انت كده هتسبب ان البن بتاعك يجي ليه رطوبه، وده بيبهدل البن بهدله جامده جدا وبيبوظ منك. طبعا احنا من شويه قلنا ان ما ينفعش نحط البن في التلاجة او في الفريزر. في ناس بقى كتير بتتكلم في نقطه، لا طب انا ممكن احطه في الفريزر وعادي وتمام وياما حطيناه والكلام ده كله. احب اقول لك لا، ان انك تحط البن في الفريزر ده غلط جدا 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 جدا، وده على فكره مش كلامي، ده كلام الناشونال كافي اسوسيشن، ودي الجمعية اللي بتحط كل قواعد القهوة من أول زراعتها لحد ما تتشرب وتتخزن. فهي قالت لأ، إن ما ينفعش إنها تحط البن في الفريزر لأكتر من سبب. أول حاجة البن ده عبارة عن إيه؟ قهوة اللي هي في الأساس نبات، فنبات يعني غذاء. فلو جينا للغذاء يبقى لازم نتكلم من ناحية الفود ساينس أو علم الغذاء. علم الغذاء صنف القهوة إنها حاجة اسمها كده شيلف ستيبل برودكت، او شيلف ستيبل فود، ومعنى انه يبقى شيلف ستيبل فود يعني تحفظ على الرف في درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الغرفة زيه زي الشاي، زي انواع كتير من التوابل الحاجات دي، فما ينفعش انت تحطه في الفريزر، ده حسب تصنيفه من ناحية علم الغذاء. تاني حاجة بقى، ان انت دلوقتي لما تحفظ البن في درجة حرارة قليلة، هم حطوا توصيات ان انت ما ينفعش تحط البن في الـ low positive temperature، يعني درجات الحرارة القليلة الموجبة اللي هي درجة حرارة درجة حرارة التلاجة، وحذروا أكتر من الـ negative temperature، إنك تحفظ البن في الـ negative temperature اللي هي درجة حرارة السالبة اللي هي تبقى درجة حرارة الفريزر أو الديب فريزر. ليه؟ لأكتر من سبب. أول حاجة منهم إن أنت ممكن كده تعرض البن لحاجة اسمها الفروست بيرن، او الحرق بسبب التجمد، وده بيحصل كتير لبعض المأكولات انها من كتر درجة التجمد بيحصل لها زي حرق او لسع، فبتبوظ طعمها وبتبوظ المذاق بتاعها. تاني حاجة، عشان خاطر ان انت مع درجة الحرارة المنخفضة القوية دي انت بتسبب ان البن يتغير الخواص بتاعته، سواء مذاق او اروما او الريحة بتاعته، فانت كده بتبهدل البن. تالت حاجة، ان انت كده بتعرض الباكت اللي بيتحفظ فيه البن اللي انت حافظ فيه البن ده بتعرضه لدرجة كبيرة من الرطوبة، ودي بتبهدل البن لما تيجي تطلعه بعد كده تستخدمه. ناس هيقولوا طب هي الرطوبة هتيجي منين واحنا شايلينه جوه الفريزر؟ اقول لك ان الفريزر ده هي بتفتحه وتطلع منه حاجة وتدخله تاني، مش بتكلم على البن، انت مش حاطط في الفريزر البن بس، حاطط مع حاجات تانية. فانت دلوقتي لما بتطلع الحاجة دي وتدخلها وتفتح، مع كل فتحة للفريزر دي انت بتدخل هوا، ومع دخول الهواء انت بتسبب رطوبة
للحاجات اللي جوه الفريزر، من ضمنها الباكت اللي حافظ البن ده. فلما انت تيجي بعد كده تطلعه هيبتدي ان هو يدفع، هيبتدي يتكثف عليه ميه من بره، هيبوظ البن خالص. بس هما قالوا ان في حاجة ممكن تعتبر استثناء في موضوع حفظ القهوة، ركزوا في الكلمة دي، القهوة في الفريزر. ايه هي بقى؟ قال لك انك تحفظ القهوة كحبوب بن، مش بن مطحون، في ديب فريزر، ما يتفتحش خالص غير لما تيجي تستخدم البن ده لمدة مرة واحدة بس، ما يتفتحش عليه خالص غير لما انت تيجي تطلع الحبوب دي، واول ما تطلعها تسيبها لحد ما تاخد درجة حرارة الغرفة اللي قاعدة فيها، وبعد كده تطحن الحبوب دي وتستخدمها في مدة ما تزيدش عن اسبوعين. وده كان الاستثناء الوحيد في ان انت تحفظ حاجة ليها علاقة بالقهوة جوه الفريزر. وقالوا ان بعد ما تعمل كل ده ما ترجعش تاني للفريزر، خلاص تستخدمها، ما ينفعش ترجع تاني، رجعت تاني خلاص باظت. وهم اساسا الناشونال كافي اسوسيشن قالوا ان كده كده حبوب البن في الحاله العاديه هي بتقعد لمده شهر محتفظه بكل خواصها حبوب، لكن لما تطحن بيبقى ماكسيمم اسبوعين، بعد كده بتبتدي تتغير في الخواص بتاعتها، لان اصلا البن ليه مسامية عالية، وكمان بيخرج منه زيوت كتير، ومع فقد أي جزء منهم فبيبقى بيتغير في النكهة وفي الأروما بتاعة القهوة وحاجات كتير جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بحاجة. مع السلامة.